عسلامة عسلامة، اشرح لكم ان شاء الله يا رب تكونوا بألف خير ونعمة وانتم تتفرجوا فيها اليوم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. هاكا بديت معاكم لمجة الاولاد كل نهار ونهار، والبنات اللي ديما تسألوني على لمجة اولادي، والله كل نهار شنو نعمل لهم، يعني نهار نحضر لهم حاجة في الدار، نهار هيك كيما توا مثال ساندويتشات كيما شفتوهم، يعني توست هكايا، ديما حالو انكم هكا تعطيهم حاجات بطبيعه صحيه، توست هكايا متاع القمح، عملتها لهم بشويه فروماج تون. عندي انس ولدي يحب ياسر الهريسه وطماطم وخس، وكل واحد لهم تفاح وكعبه فروماج كل واحد. وكا الحق البنات كيما قلت لكم، يعني وليت نقرا حساب كل شيء، سختو في ماكلة الاولاد، ما عاد شكل نعمل برشا حلو برشا حاجات ما عندها حتى منفعة، وليت كل حاجة حصيل ونحسب لها ألف حساب. هو كان نحاول أني نعطيهم الخضرة والغلة أكثر من كل شيء، أما بطبيعة ساعات كان نعطيهم حاجة متاع شارع وساعات كان طيب لهم حاجات في الدار. حصيل وطن إن شاء الله المدة الجاية الكل كيما وعدتكم، باش نحضر مع بعضنا برشا هيك أفكار للومج، تقريبا كل نهار نعمل مع بعضنا حاجة غير هيك نحسن شوية في الكاليتي جودة التصوير. يعني بعد ما مشاو الصغار يقراو قلت لهني خليني نشرب اكل الخل هكايا، البنات اللي قلت لكم ناخذو على الاخوة في العادة نشرب نشرب معناها دوبا منفيق، باش من بعد كي نفطر هاكا تلقاني على الاقل عاملة سويعة قبل الفطور، معناها قبل كاس المية اللي بالخل. كما قلت لكم الخل هكايا البنات طبيعي، راهو ما عنده حتى اثار جانبية لل، يعني ما في حتى حاجة هيك تقلقك ولا تقلق معدتك، خاطر اني من عندي معناها نتقلق من معدتي، واصلا في العيلة عنا وراثة حكاية المعدة، اما الحمد لله يا ربي ما عملي حتى شيء. حصل البنات ولهني جبت الترموس، قلت علاش ليك التيزانة اللي نحضر فيها، نولي نعمل كونتيتي اني يعني نشرب مرة صباح ومرة بعد الفطور وقبل ما نرقد، وليت حضرت ترموز هذه كم مرة بعد الفطور، يعني فطور الصباح ومن بعد الفطور، يعني خير ماني نقعد كل مره واني نغلي في المي بخل بخل لا اكثر ولا اقل. ولاني الحقيقه شتيت على الاخر ساندويتش، اني في العاده تعرفوني معناها فطوري هكا هو معناها حاجه الاكثر هي حلو، يعني مش حلو راني كعبه فرماج وخبز وكهو، شتيت على الاخر كساندويتش كيما عملته للصغار، ونعرف روحي يعني في وسط النهار مانيش باش نجم ناكله، اي قلت نعوض بيه فطوري لليوم، عملت ساندويتش بالفروماج وتن، ومن بعد الغل يعني الخضره هذيك نحطها في وسط الساندويتش، قنعني على الاخر بالحق، قنعني على الاخر خبز القمح بصراحه، ولا كسكسي قمح، ولا اللي هو بصراحه يقنع على الاخر. والحقيقة عملت قيوة هيك جست شوية، خاطر مانيش يعني ما حبيتش مع الساندويتش هذايا قهوة، ما قلت باش نفيق، وليت عملت دوبات هيك شوية، ومن بعد حسيت نسيت ما عملتش هيك رقم تاع كابتشينو هني. المهم عملت وجه وخرجت المكاني المفضل والهدوء التام. حصيله صغاري الكل اليوم ثلاثة يقراو، لكم قهوتي وجيت قعدت لهني ونقرا في تعليقاتكم. حبيت نقول لكم راني نحبكم برشا برشا برشا، سختو للي يخلي لي في تعليقات وتطاواتي اللي في مقام ما اللي يقولوا لي سيرين راك في بلاصه بنتي، وفي يعني تقولش عليك بنتي نتبع في بنتي، وفما برشا ما شاء الله معناها يتبعوا فيها في ال، يعني ما شاء الله يعني كملوا كما يقولوا كملوا المرحلة اللي أنا قاعدة نمر بها، يقولوا لي راني كي نشوفك نشوف روحي يقبل. إن شاء الله ربي يخليكم لي يا رب، إن شاء الله ديما هيك منورين لي قناتي ومنوريني حياتي.
بعد ما خديت قهوتي دخلت عملت دورة سريعة سريعة للدار، في ساعة في ساعة متاع هيك عرفتو كل نصف ساعة، وجيت على بر وجيت لهني للكوجينة البنات. عندي كروفيت شفتوني شريته البارح، وحزمة سبناخ عملتها معاكم اني روسيت هدية بالسبناخ والكروفيت، ولا تنجموا سبناخ وطن، انتم شنو تحبوا تعملوا باش نحضر لهني عجينة، اي نوع متاع عجينة تحبوا تعملوها باش نعملوا البنات كيما البيتزا، نقولوا بيتزا كوفيرت بالصوص بلانش. اني الروسيت هذه البنات خاطر خدمتها معاكم عمنا، والفما برشا قالوا لي سرقتها وسرقتها كل شيء، شوفوا هما ما فهميش في التطيب سرقه ودرشنيه وكل، يعني اني كروسيت تبدا مأخوذة معناها نفسها من عند اي قناه عادي. نقول لكم ديجا قداش من مره حاجه نشتهي مثال من عند ايمان نقولكم، عند فلانه نقولكم، عند اميمه نقولكم، عادي معناها ما يقلقنيش. اما والله البنات هذه لا نفس العجينه ولا نفس السيح نفس البرنسيب، يعني الحق ذقتها معناها وقتها عند صاحبتي، ذقتها مشيت بحدها للدار معناها وكنت نشوفها يعني تتحضرها، ما كانش البالي اللي هي بنينه، ذقت الطريقه متاعها بالحق بنينه على الاخر ويعطاها الصحه معناها. وكل هي قالت اللي هي الطريقه هذيك يعني الخبزة هذيك تتباع يعني في بحذاهم تتباع معناها ماكلة أكل أقل تتباع في الريستورونات وكل شيء. أنا يعني خذيت نفس البرانسيب معناها، أما لخدمت بنفس البات، لا نفس السوس بلانش، لا نفس نواني نعملها بالسبناخ. ديجا هاكم تشوفوني ما نعملها كم بالسبناخ، تجم تقولوا فطيرة السبناخ وكهوبك السوس البيضة اللي ديما نعملها. حاسيلو إن شاء الله ان شاء الله ربي يهدي مخلقك، ومش موضوعنا هذايا، يعطيها الصحة. كان يعني كما قلت لكم ذقتها عندها وعجبتني على الاخر، وان شاء الله بالك تو نعمل الروسيت متاعها خاطر البات متاعها بنينة على الاخر، وما تعملهاش بالطريقة هذية معناها الحق تعملها معناش نحسها هكا يعني خفيفة على الاخر. اني نعملها بالبات هذه كما البيتزا معناها، كما قلت لكم قش عليا عملت بيتزا ما مغطيه وكهو حصلوا لهني البنات. خديت الكروفيت قشرته، واني في العاده كما تعرفوني بالنسبه لي الكروفيت بنتو في القشور، ما نعرفش ممكن انتم باش تستغربوا، فما برشا يعملوا بالطريقه هذه. اني ديجا وقت اللي عندي تقريبا 4 سنين صورت معاكم وقتها طيبت مقرونة بالكروفيت ولوحت القشور، والله العظيم مستغربة في روحي، إلا بعد برشا في التعليقات قالوا لي شيرين راك لازمك تطيبهم بالقشور، راهو البنة يكون في القشور. من وقت اللي جربت حصيله مستحيل كل لوح القشور. ناخذ الكعبة متاع الكروفيت ننظف الراس متاعها خاطر الراس متاعها تلقاو فيهم وكل المصارن وكل الوسخ متاعهم وكل شيء، ننظفها ونحي كل متاع كل يدين ولا كيفاش هذوكم، ونخلي القشور البراني معناه وكل خلي القشور البراني حصيله نظيف كما شفتوا هاكا صحن فيه شطار القشور وشطار الكروفيت. لاني البنات خديت شويه زيت حطيت عليها تقريبا فصين ثوم، وحطيت اكل القشور حطيته على الزيت اللي في الكسرونه نقليها شويه، ومن بعد نمرقها بالمي ونخلي كل القشور نتاع الكروفيت تغلي. صدقوني المي هذاك اللي غالي فيه القشور نجموا طيبوا به من غير حتى ما تحطوا الكروفيت يعني في وسط الماكله نتاعكم. لاني البنات باش نحضر الحشو نتاع فطيره السبناخ، عندي لهني حزمه سبناخ وشويه معدنوس ولهني، وحطيت الكروفيت باش تكملوا تسوتي وشويه كدوبة شويه حطيت زيت ولا تنجموا زبده وكه. السبناخ ديجا ما فيهاش روح معناها نجموا حتى تحطها نيه هي راهي باش تدخل الفور، اما ما يسالش اني نبننها هكاك ونخلطها مع الكروفيت. زيت تبنان زيد عليها فص نتاع ثوم وكه، لا ملح لا حتى شيء خاطر ديجا باش نملحوا الصوص بلانش. ولهني البنات خديت كسرونه حطيت فيها زيت، ما عنديش زبده كيما لهني. شوفوا اني هني على اساس بالحق باش نعمل نعمل كريمه الجبن يا اخي، بالحق مخي مش فوقي اليوم بالحق صارت عليا البنات حكايه. دراساتي نعمل في الشوربه، حطيت الطماطم هاكم تشوفوا شوربه من غير بصل، ما شاهيتها عندي قديش شوربه شعير بالكروفيت في الاخر عملتها باش بصل، حق بنينة هي كل، اما سبحان الله النكهة متاع البصل يعني باينة على الاخر بالرغم انه
راجلي وصغاري معناها عجبتهم، وكل اني لا اني حاجة هيك ناقصة حاجة نحسها. وكما نعرفوا يعني طنجرة باش تبصل، كما شنو نقولها هما نسيت المثل الحقيقة. حاصلو ميسالش، المرة الجاية نعملوها من البصل. كيبدأ اني مخي يخدم البنات والله العظيم، ولا نبدأ عملت حطيت زبدة ولا زيت، حطيت عليهم مغارفتين كبار فرينة. الحق عملت دوبل، عملت تقريب إيتر حليب عليهم 4 مغارف كبار فرينة. باش نطيب الصوص العادية اللي كيما نعملها في الصوص البيتزا معناها، ونقعد نحرك فيها على الغاز حتى لين تبدأ تخثار. وبطبيعة البنات نزيد لها كيف نحسها قريب باش تطيب، نقص لها اللي موجود عندي في الدار، كريمة فريش، جبن، اللي موجود الحصيل. قصيت لها كل الفرماج هكا مثلثات، قد ما تحط وقد ما راهي تبنان يعني. ما شاء الله اني كونتيتي كبيره معناها حطيت بزيت. بلي قلت لكم اني على الطريقه نتاع الفرينه نتاع العجينه، والله لا قلت والله والله مخي بالحق مش فوقي. بلاني كما شفتوا البنات حطيت الجبن، هذاك الجبن نتاعك الشيدر بالحق بنين بنين على الاخر، ولدي ديما نحط منه معناه في اي حاجه. وكهو وشوية ملح، ودوبا هيك تغلي شويه وتشد روحها شويه. وزيت لهني زيت، حطيت لها جبن اخر، حصيلو ما نحكي لكمش على البنه. وبالنسبه للبنات للعجينه هاكا تراو فيها العجينه عادية، عملتها كما نعمل عجينة البيتزا. خذيت كاس حليب حطيت عليها مغرفتين خل، وكاس حليب كاس مي، وحطيت عليه كيلو فارينة وباكو خميرة فورية، وكهو كملت عجنت بالمي وخليتها ترتاح. ما اني كملت حضرتك الكروفيت والسبناخ وكل، الا ما هي معناها كما شفتوا ما شاء الله خمرت بالباهي. والله اني الرسات اللي ذقتها وقتها ما هيش متاكده ماهيش بالعجينه هذه، ما ان شاء الله بالك نعمل هيلكم، ما عنديش حتى مشكل نعمل هيلكم وتجربوها يعني. كل بالي هني البنات، بعد ما حطيت العجينه عملت الصوص هذيك نتاع جبن، وحطيت السبناخ والكروفيت ورشيت تون. كنت باش نعملها هيك يعني بيتزا صوص بلونش يعني، مش موهيش باش نعملها هكا فوقها عجينة أخرى. بعد حسيت العجينة برشا، قلت باش نقعد نطيب 4 بيتزات، هيا حط غطاها وكهو. وظهر لي كان طيبت بيتزا كام معناها بيتزا خير يعني، معناها أكا. ومن فوق عملت كما تعمل هي يعني، رشيت صبيت عليه شويه من الصوص وكهو، من فوق رشه معدنوش ورشه زيتون. كيما قلت لكم ان الحق ديما نحاول ندخل الخضره وندخل لك الحاجات للاولاد، حتى في البيتزا كم شفتوني ساعات بيتزا نعمل لهم سفنارية وقرعه اللي موجود عندي معناه نحط. راهو صدقوني صغاركم لا يفيقوا بالحاجه، ما تقولش صغيري ميحبش الخضره ولا ميحبش كل حاجه ميحبش كل حاجه، نجم انت تخليه يحب الحاجه من غير ما يشعر. راهو ما تربطش روحك، وما عمرك ما تمشي صغيرك يقول لك صغيرك على ما تربيه، ويعني الحاجه اللي انت تربيها عليها تقعد معاه يعني كي يكبر. نتصرف يعني، اني مثال عندي سلمى تقلقني على الاخر باش تاكل حاجه هيك مثال شربه ولا حاجه تقلقني على الاخر. نحاول اني كيفاش كان نعرف كيفاش نتصرف معاه باش نوكلها الحاجه يعني، مثال الخضره كيف كي تاكل كسكسي ماذا بيا تاكل كسكسي وطرف دجاجها ولا حوتها ولا اللي هو. حصير بنتي اني تموت على الحوت اكثر من كل شيء. الخضره مثل كي ندخل هيلا في حاجه من الساندويتش، ولا نعمل لك الخبز ونعملها. تو نعمل معاكم فكره الفطور لو الصغار بالخضره كهو، والله اللي تجيب بالهم جمله انه هي بالخضره. ديجا عملتها معاكم اني المره اللي فاتت تشبه لها، وديما نحاول يعني هيك نغش الصغار الحقيقه.
لاني لبنات حصيل وخرجتهم الفور، حطيتهم على حطيتهم على 200 درجة، سامحوني. وهاكم شوفوا في منظرهم احلاهم هكا مشخشخين مشخشخين على الاخر، بالسيف قصيتهم اصلا، والله العظيم بالسيف قصيتهم. خليتهم يبردوا، بعد قصيت وركحت فطور الاولاد. اني كل ما كيف نتهنى على فطور انس وسلمى، الحق لقيت روحي وقتها في بريود متاع رمضان نحضر لهم فطورهم الليل ويهزوا فطورهم الليل. بصراحة يعني فيها راحة لي على الاخر في نهاري، معناها ما نبدأش اكل مربوطة بوقت فطور. قلت دوبة ما تبرد الدنيا شوية باش نرجع نطيب بالليل، و نطيب الليل ونحط لهم عشاهم معناها من الليل، ولا نحاول اني نطيب حاجات معناها يصبروا، ونشوف كيفاش مثل حاجة ما تصبرش نطيبها لهم معناها مثل نتعشاوها، وان هما نحضرهم مثل سندويتشات، ولا هما يحبوا الملاوي ولا كبيتزا ولا اللي هو يزا معاهم فطور. وخاطر بالحق نتربط نحس روحي نطيب في الفطور جست على خاطر الاولاد، معناها خاطر سالم معناها ما هو شكل مزروب انه يعني مثال لازم نصف نهار الفطور يكون حاضر. سالم ما يقلقنيش، خاطر ديجا سالم ساعات يقرا صباح معناها عشية كلمة تلقاه معايا، ياكل لمشته كل تلقاه شبعان. ما يفطر سالم معانا ديما، يفطر من بعد معناها، وقال لك يبدا يقرا العشية كما اليوم. يعني يفطر من بعد كيف يجي يبدا شبعان على خاطر. وراجي كيف كيف يروح في الليل، يعني جست على سلمى وانس، قلت نولي نحضر لهم فطورهم وكهو، والله واني مرتاحه باش نهاري على الاقل نتفرغ فيه لبرشا حاجات. شوفوا لاني البنات كيفاش الفطيره نتاع السبناخ، ما تظهرش ان هي فيها سبناخ، جمله راهو لما حاله، يعني جست شريت ربطه وندمت ليه ما خديتش زوز وثلاثه. ان شاء الله مره جايه وكهو، خاطر هي الحق قويه برشا البنات، يعني ما تنجمش تطيبها ديما، بنينه اما قويه شويه. وكهو لهني جيت قعدت عملتك التيزانه اللي حضرناها، شربت منها الصباح وقعدت منها هكا كويس باش نكمل نشربو تو. وحسيتك روحي الحقيقه نحب عليك الدانيت شوكولاته، عندي قديش ما اكلتش حاجه حلوه، عندي برشا برشا. راهو ما تشوفوش الفيديوهات، ما يعني مثل اخر مره وقت مع نادين في الجاتو، والله العظيم لا والله اللي كليت هالجاتو في بالي باش نهزها من غدوة نفطرها، نسيت جملة ما زيتش الجاتو ما ذقتهاش، والله في بالي ذقتها دوبة شوية واحنا نصور وظهلي حسيت وحسيت روحي طاح لي السكر، خاطر ديجا قهوتي نشربها بلاش، تاي نشربه بلاش سكر. وكهو لهني البنات في الليل حصيل وجيب حذية، شكون عملت كيسين تاي، عندي شوية مقلوض مديت وكهو، وباش نقعد نقري الاولاد معناها من بعد. الحمد لله يا ربي، سي انس لقيت له كسانتير، تصوروا نتوما عنده توا جمعتين ضهليها، المولى عنده جمعه وشويه باش وصلت وصلتني الكوموند متاعه، وهيك نكون وصلت بيكم لاخر.